السلام عليكم، معكم نافع. اليوم غادي نتفرجوا في واحد الفيديو ديال واحد السيده كتقول انها هي شريفه بنت رجال الله وكيتحكموا في الجن الداصر او ما سمع ذلك. بقاو معنا في الفيديو تنتظروا حتى الاخر وعطوا تحيه باذن الله وما توفقونا الا بالله. انا شريفه بنت رجال الله، بنت البوهاله شريفه علويه من بويا ومن امي، الشرفه العلويه ولاد سيدي احمد بن ناصر تيحكم الجن الداصر. خدمتي عادية ولكن كنخدموا برجال الله الصالحين باش تعرف، باش الناس يعرفوا القوة الإلهية من عند رجال الله الصالحين، ومن من لا يعرفهم خوف عليهم. الجن نعطيك وصفات تاع الجن باش تعرفوا لهاد الناس اللي كيبغيو يخدموا مع الناس. راه الا ما قدرتيش تخدم مع هاد العفاريت راه تلاح بحالك او يعميوك في العينين او يضربوني الكرش او يدوزوك لولادك. انت كتفكي لواحد غير بعينك؟ بعينيا نفكو، حيت حنا عندنا الطابع. ها باش ما يقولش ها هي نجمه ها هي. دابا هي الله يشافيها، نطلب الله عز وجل يشافي الجميع. دابا هي كتقول ان عندها الطابع وعندها النجمه وحش نوال، الحمد لله نطلب الله السلامه والعافيه. المهم اللي يتفرج في هذا الفيديو يدعم الاخت بالشفاء، لان فريمون فريمون انها مريضه، فريمون مريضه والله حتى مريضه مسكينه. نطلب الله يعافيها، نطلب الله يشافيها ويعافيها. صراحه هذا المرض هذا ما تبغيش تخوك المسلم، ولكن الاقدار، ومني كطيح في هذه المسائل هذه كتقول يا ليت راني ما نكونش مريض كاع. كتقولي ان عندها رجال الله وعندها الجن وما كيتحكموا في الجن، واللي كيتحكم في الجن اخوتي الحبيب سيدنا سليمان عليه السلام، هو اللي الله تعالى وهب له ملكا لا ينبغي لاحد من غيره. فماشي لينا هذا وكان كنتحكم في الجن او كنتحكم في شي حاجه. كمل الفيديو. ها هي هي لا شد يعني طبعك الله في كرش شمك وطبعك وحبك الله وحبك الملائكه، ملائكة الرحمن، يعني عارف شي واحد غادي يحكم في ذاك الجن. الجن اللي وحلتي معاه؟ انا معمرني وحلت مع الجن، كما كان العفاريت كما كان النوع تاعهم، يكون هاز شاقور يكون قراع ما كنوحلش معاهم. انواع الجن كنشوفهم كل القراع مش شواقر، وما كذلك ما القراع مش شواقر قراع. سولها الصحافه الله يجزيها بخير واش كتشوف الجن، واش قال لها هو؟ قالت لي هي، قالت لي كنشوفهم. الله تبارك وتعالى يقول انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فما يمكنش حنا نشوفوا الجنون، فما يمكنش حنا غادي نشوفوا الجنون. الله يشافي الجميع. راه عنده الشواقر. عنده الشواقر تيكون تيكونوا عنده حتى ولادو حتى ولادو ماشي قرع، ما عندوش شعر نهائيا، الصفه ما عندوش، وهادشي تيعرفوه الناس الحال. كيبان لك الملامح عنده اللون، تيبان لي واقف عادي بحالك، ولكن هو راه كبر منك وعرض منك، راه غض منك عادي بحال. لا راه ماشي، قلت لك انا انت ما قراش حاشا، انت زوين تبارك الله، الله يصلحك لميمتك. حنا كنخدموا بالجناوه، غير بالجناوه. الجناوه لا كبار اخويا، علاش خدم بالجناوه كبار؟ واش انا كنقتل؟ كنت كنقتل زعما شحال هذا بدا المخزن. انا غير بغيت غير باش كتصرع، انا كنصرع الناس بهاد هادي طريقتي. ما مهزوزه ما انت شي حاجه، شي واحد يقول لك سير سرعي راسك ولا يسولوك على التقريعه اللي في التقريعه هذيك من المس، يعني من المس من المس من الشياطين، يعني خاصك تفك، ضروري خاصك تفك. وكتجي عندنا كنطلعوا داك الشيء باذن الله وكيخرج القدره الالهيه النبي الله. قلت لك انه هو سول الصحفي قال لي ديك التقريعه مناش؟ قالت لي هي من المس، يعني من الشياطين. اذا الاخت هنا كتبين وكتعطي واحد الدلاله ان هي اصلا مريضه وخاصها تعالج، هي اصلا مريضه خاصها تعالج وخاصها اللي نقولوا حنا نطلب الله عز وجل يشافيها ويعافي الجميع، خاصها تعالج، لان هذه الحاله اللي هي فيها هي حاله خطيره جدا، باش نكون واضحين، هي حاله اللي حاله خطيره، لانها دابا اوقع الانتقام ديال الجن منها، من زوجها كانت مزوجه، من الوليدات، من العائله ديالها. وهذا الشيء اللي تنقولوا فيه. فاول شيء اللي خاصه ديال الاخت هذه هو التقيه، تستفرغ، خرج داك الميكروبات اللي عندها ديال الجن، اللي عندها العقد ديال الجن في الذات ديالها،
وخاصها دير واحد حصه ديال الرقية الشرعيه باذن الله في مكان في شان الشرق يكون راقي الحمد لله مخلص، ودير واحد رقيه باذن الله تبارك وتعالى، وربي غادي يدير عيد الخير ان شاء الله تعالى. القدرة الإلهية، نبي الله سيدنا سليمان كان حاكم الجن والجن والطيور والحيوان والإنسان، هاد التقريعة من الشيطان. خوتي الحباب، نطلب الله هذا الفيديو المهم رسالة، نطلب الله عز وجل يشفي الجميع ويفرح الجميع. خوتنا الحباب، هاد الشهادة راه تدخل في الشرك، أن باش إنسان يمشي عند ناس بحال هكا ويبداو يضربوا بجناوة او كيصرعوا بجناوه مساكن، هما راه تيقولوا الشرع عادي لانهم ربما ما عارفينش، ربما عارفين وكيتجاهلوا، ربما مرض الشياطين كما كيديروا يعني كيوصل الانسان لهذه الحاله هذه. نطلب الله عز وجل يشفي الجميع، نطلب الله سبحانه وتعالى يفرح الجميع، نطلب الله سبحانه وتعالى انه يبعد البلاء على الجميع، نطلب الله عز وجل يشفي الجميع. الانسان خاصو يغفر، خاصو يطلب الله يغفر له ويطلب الله يتوب عليه، لان الشهاده كيدمر الانسان وكيخرج على الانسان. الله يجزيكم بخير، لي مش نقول لي كيعرف شي واحد من لا، ولكن لي كيفهم مزيان ان اي واحد كتمشي عنده كيقول كان عندي لك ونفعل لك ونترك لك و فهو الشرع حرام. اخوتي الحباب، هذا فيديو صغير، تحيه طيبه، ولا عجبتكم هذا النوع من الفيديوهات ما تنساوش لايك اعجاب، توصلوا معايا ان شاء الله، اي مساعده مرحبا. السلام عليكم.